أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان. صفحات من الماضي. في مثل هذا اليوم في 27 من يونيو عام 1981، استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بمكتبه بدار الحكومة سعادة ميشيل جوينز السفير البلجيكي السابق لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. حضر اللقاء الشيخ صالح بن محمد الشرقي، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية القائمة بين البلدين وسبل توطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين. وأثنى سعادة السفير البلجيكي على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة، مشيدا بالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف القطاعات بقيادة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. كما التقى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في هذا اليوم السفير الياباني لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في ذلك الوقت. تبادل معه الأحاديث الأخوية والعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات. وأشاد السفير الياباني خلال اللقاء بعلاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات واليابان وإمكانات تنميتها بما يحقق المصالح المشتركة. صفحات من الماضي.